استعين مشاهدينا متابعينا الكرام، أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط السادس عشر الخاصة بفئة القعدان الحقائق ومسافة الأربعة كيلومترات الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم وعلى أرضية ميدان المرموم. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. من يتواجد هنالك بهذا الأداء المميز مشاهدينا متابعينا الكرام؟ صيت لسيد حمد بن سالم بن علي الزرعي، من يقدم لنا صيت على المركز الأول، بينما المركز الثاني القدوم هنالك والانطلاق والتحديات مشاهدينا متابعي الكرام. هملول حمود بن سعيد الجحافي، أبناء السلطنة، من يحضرون بهذا الأداء المميز، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. إدخان هو القادم، سالم بن صقر المريخي، أبناء دولة قطر القادمين بهذا الأداء المميز، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام العرم لسيد سالم بن حميد بن حمد الجحافي، من يقدم لنا انطلاقة العرم، وأيضا من الجانب الأيمن الحضور المميز والانطلاق والتواجد مع مبعد عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي هو القادم في هذه اللحظات، وأيضا نتابع الوصول والتحديات والانطلاقات المميزة مشاهدينا متابعينا الكرام. من يحضر هنالك على مستوى المركز السادس لنتابع الوصول في هذه اللحظات، الشعار المميز القادم مع انطلاقة مبهر صالح بن علي بن محمد والراشد الغفلي، من يقدم لنا انطلاقة مبهر، أيضا التواجد والانطلاق مع متعب لسيد سيف بن محمد بن حمد الدرعي، والمركز الثامن، المركز الثامن مستحيل بدر بن حمد بن سالم الزرعي، من يقدم لنا انطلاقة مستحيل. المركز التاسع هنالك التواجد مع الشهم عبيد بن راشد بن عبيد بن مصبح الاكتبي، من يتقدم الآن. والمركز العاشر أختم به النداء، هنالك أيضا الوصول والانطلاق والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. شعار بالشاوي قادم، وايضا هنالك المحرمي عزيز بن مسلم بن عزيز المحرمي، من يقدم لنا سمهوي في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجه للعشره المراكز الاولى في ندائنا الاول لهذه الاسماء المميزه، العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، العوده الى هنالك صداره وتحديات هذا الشوط، لمن ناموس هذا الشوط. صيت حمد بن سالم بن علي الزرعي، ابناء السلطنه الحاضرين بهذا الأداء المميز، بينما المركز الثاني هملول حمود بن سعيد الجحافي، أبناء السلطنة قادمين على المركز الأول والثاني بهذا الأداء المميز، ولكن متعب سيف بن محمد بن حمد الدرعي من يقدم لنا انطلاقة متعب الحاضر هنالك على مستوى المركز الثاني، يتسلل بدوره إلى المركز الأول. وصلنا هنا إلى الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات، ومستحيل بدر بن حمد بن سالم الزرعي من يقدم لنا مستحيل، ولكن هنالك مبلش حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح هو القادم في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى شعارك يا بن قرح، من غير الأمور، من يحمل الرقم واحد يحتل المركز الأول، مبلش حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، من يتقدم الآن على المركز الأول. المركز الثاني متعب سيف بن محمد بن حمد الدرعي، وثالث التحديات الفارس حمد بن سرحان بن حمد الدرعي، وأيضا الواعي حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي، يا سلام، بدأ يتقدم، ولكن بن قرح على المركز الأول. أبناء الشحانية الحاضرين بهذا الأداء المميز، حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح، من يقدم لنا مبلش 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 على المركز الأول، ولكن حذاري من الفارس حمد بن سرحان بن حمد الدرعي، الأمتار الأخيرة، القرح والدرعي، الدرعي والقرح، أبناء الشحانية وأبناء دولة الإمارات، لمن الناموس؟ سلام يا أبناء القوع، يحضرون في الأمتار الأخيرة، تهانينا والناموس على هذا الفوز.
الفوز والانتصار الفارس حمد بن سرحان بن حمد الدرعي، تهانينا والناموس. المركز الثاني مبلش حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح، والمركز الثالث حضر ثمين غالب بن طالب بن احمد الجحافي، والمركز الرابع كان الوصول مع انطلاقة مصفوط سعيد بن صغير بن علي بن يزرب العامري، والمركز الخامس متعب سيف بن محمد بن حمد الدرعي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الفارس حمد بن سرحان بن حمد الدرعي على هذا الفوز والانتصار. تهاني والناموس بتوقيت 5 دقائق 56 ثانية و6 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس. المركز الثاني حضر مبلش حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح بتوقيت زمني 5 دقائق 59 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان الوصول على ثالث التحديات مع تواجد ثمين غالب بن طالب بن احمد الجحافي بتوقيت زمني 6 دقائق وثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس.